معكم مشاهدينا الكرام نشرة الأخبار من الأولى وتتابعون فيها. المرصد الوطني لحقوق الطفل يطلق دينامية وطنية لتصدي للعنف ضد الأطفال عموما والاستغلال الجنسي بشكل خاص بشراكة مع المجتمع المدني. اتخاذ جملة من التدابير الوقائية قبيل موعد الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا، الموعد استعدت له مراكز الامتحان عبر ربوع الوطن في ظل ظرفية استثنائية. وضع بيئي غير مستقر تعيش عدد من بحيرات الأطلس المتوسط بفعل تراجع منسوب المياه وقلة نسبة الأكسجين، وضع له تأثير مباشر على الأحياء المائية. وسفر عبر تاريخ منطقة طاطا عنوانه فومزكيت من الملح إلى الخيط وقوامه ألبسة تقليدية تنهل من ثقافة القارة السمراء. أهلا بكم. نستهل النشرة ببرقية تعزية ومواساة بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وذلك إثر وفاة سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. واستحضر جلالة الملك في هذه البرقية ما حققه الراحل الكبير الذي فقدت الأمة العربية برحيله أحد قادتها الحكماء والمحنكين من إنجازات رائدة ومكاسب اقتصادية وسياسية هامة لدولة الكويت الشقيقة، والتي بوأتها مكانة وازنة وحضورا فاعلا في محيطها الإقليمي والدولي، كما أهلتها للإسهام بكل فعالية مطبوعة بالحياد والانفتاح في نصرة القضايا العربية العادلة. وأكد جلالة الملك أن المملكة المغربية تحتفظ بكل تقدير للفقيد المبرور ما كان يشده إليها من روابط الأخوة المتينة والتضامن الفاعل. جلالة الملك بعث أيضا برقية التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة الكويت، أكد فيها جلالته حرصه على العمل من أجل مواصلة تطوير العلاقات المتميزة التي تربط المملكة المغربية بدولة الكويت لما فيه منفعة الشعبين ومصلحة الأمة العربية والإسلامية. واليوم أمام مجلس الأمة أدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليمين الدستورية أميرا لدولة الكويت، وفي كلمة بالمناسبة قال إن بلاده تمر بظروف دقيقة وتحديات خطيرة لا سبيل لتجاوزها والنجاة من عواقبها إلا بوحدة الصف وتضافر جهود الجميع، وتعهد بتحمل المسؤولية الجسيمة وبذل الجهود حفاظا على رفعة الكويت وأمنها واستقرارها. عبرت السلطات العمومية اليوم عن رفضها القاطع للمنشور الافترائي الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش في 21 من شتنبر الجاري بعنوان المغرب يرفع قضية تجسس ضد صحفي معارض، والذي تسعى من خلاله المنظمة لتغليط الرأي العام وتكوين الانطباع لديه بعدم استقلالية النظام القضائي الوطني. التفاصيل. أكدت السلطات العمومية في بلاغ لها أن السلطة القضائية مستقلة بموجب الدستور، وأن السهر على تطبيق ضمانات الاستقلالية الممنوحة للقضاة أمر موكون لمؤسسة دستورية خاصة مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي أصدر بلاغا يوم 15 شتنبر الجاري دفاعا عن استقلالية السلطة القضائية وحرمتها، وردا على بعض المنظمات الدولية غير الحكومية التي عوض أن تساهم في تعزيز هذه الاستقلالية تدعو إلى الضغط من أجل المساس بها. وشدد البلاغ على أن القضاء المغربي يعتبر وحده المسؤول عن مصير ملف المعني بالأمر الذي يتابع قضائيا من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال مجرمة بموجب القانون الجنائي المغربي، وهي أفعال مشمولة بإجراءات ومساطر قانونية وقضائية تجري طبقا لشروط المحاكمة العادلة، مؤكدا أنه لا علاقة لهذه المتابعة القضائية البتة بعمله الصحفي، سواء تعلق الأمر بالمقالات أو التحقيقات التي ينجزها والتي ينظم قواعدها وجزاء مخالفة ضوابطها قانون الصحافة والنشر المغربي، مع العلم أن صفة الصحفي لا تعفي من المتابعة القضائية عند ثبوت الأعمال المنسوبة للمشتبه فيه كعناصر قانونية مادية ومعنوية لجريمة تندرج في إطار الحق العام.
وعبرت السلطات العمومية عن رفضها مطلقا محاولات المنظمة القيام بأدوار لا علاقة لها بمهام الدفاع عن حقوق الإنسان، وهو ما تكرر في منشورها الأخير الذي سعت فيه جاهدة إلى التشكيك في أحكام قضائية تم البت فيها سابقا واستغلال سرية الأبحاث والتحقيقات القضائية بسوء نية والتطول على عمل العدالة بالتأثير في السير العادي لملف قضائي في بداية مرحلة التحقيق وتقديم صورة مغايرة لحقيقة الوقائع والحيتيات والتأويل غير السليم للنصوص والإجراءات والمساطر القانونية والقضائية ودون تقديمها لأي إثباتات أو أدلة قانونية أو مادية مؤكدة تفيد عدم صحة وقوع الأفعال الجرمية موضوع الملف المذكور، وهو العمل الذي لا يمكن أن يقوم به إلا القضاء وحده في كل الأنظمة القانونية. وأضاف البلاغ أن السلطات العمومية تسجل مجددا أن الاستنتاجات المغلوطة والأحكام الجاهزة الواردة في المنشور لا يمكن أن تعكس إلا منطلقات منهجية مفتقدة للموضوعية ومتسمة بالانتقائية دأبت عليها المنظمة في تعاطيها مع أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب. وتساءلت السلطات العمومية في هذا الصدد عن كيف يمكن تفسير إنكار المنظمة حق التمتع بحرية الرأي والتعبير لجزء من الإعلام الوطني وذلك لمجرد نشر مواد لا توافق بالضرورة استنتاجات وأهواء المنظمة وتوجيهات داعمها علاوة على تبنيها للروايات المناصرة لطرف واحد دون باقي الأطراف كما هو الأمر على الأقل في الملف المتعلق بشبهة الاغتصاب وهتك العرض حيث انتهكت المنظمة حق المعنية بالأمر في الحماية القضائية بل وعمدت إلى إنكار صفتها المهنية وهو ما وقفت عليه أيضا النقابة الوطنية للصحافة المغربية نفسها في بلاغ لها يوم 24 شتنبر الجاري. كلنا نتذكر الطفل عدنان الذي قضى ضحية اعتداء جنسي، كلنا نتذكر الطفل نعيمة وقبلهما حالات كثيرة سألتنا عن أسباب ومسببات ظاهرة العنف تجاه الطفولة والمس بحقوقها. اليوم دينامية وطنية متجددة يطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي تترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، دينامية عديدة أنشطتها والمتدخلون فيها، أما رسالتها فالطفل خط أحمر. سمير أصبان وسعيد جاسي. حماية الطفولة من كل أشكال الاعتداءات جوهر أهداف دينامية وطنية للوقاية ومناهضة العنف ضد الأطفال بما فيها الاعتداءات الجنسية أطلقها المرصد الوطني لحقوق الطفل، دينامية ترتكز على تنظيم جملة من الأنشطة بما فيها دعم فعاليات المجتمع المدني على المستوى الوطني والمحلي. هكذا تم التوقيع اليوم على اتفاقيات شراكة بين المرصد الوطني لحقوق الطفل و15 جمعية من مختلف جهات المملكة، اتفاقية ستوفر دعما ماليا بأكثر من 1,000,000 درهم لفائدة هذه الجمعيات لتنفيذ عدد من البرامج في سبيل ترسيخ ثقافة حقوق الطفل وكسر الطابوهات المسيئة للأطفال. المرصد الوطني حقوق الطفل كيعبر على الاستنكار وعلى التنديد الشديد لكل حالات الاعتداءات ضد الأطفال، غير أن الاستنكار والتنديد ما كيكفيوش، فإذا كإجابة عملية للمساهمة في محاربة هالظواهر اللي كيمسوا الطفل والمجتمع ككل، اليوم المرصد الوطني حقوق الطفل كيطلق واحد دينامية وطنية اللي كتهدف للتعبئة والتوعية والتحسيس ديال المجتمع ككل حول ثقافة حقوق الإنسان وكذلك ثقافة التبليغ اللي كتجعل من الطفل خط أحمر وكتجعل من مسألة حماية الطفولة قضية مقدسة ومسؤولية مشتركة بين الجميع. نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقيات مع المؤسسات الاستشفائية والمنظمات الحقوقية، نحتاج حقا لتشجيع مثل هذه الشركات حتى يتمكن المجتمع المدني من القيام بالأدوار المنوطة به من أجل ضمان الحماية اللازمة لحقوق الطفل. اتفاقيات شراكة أخرى وقعها المرصد الوطني لحقوق الطفل مع مراكز استشفائية لتوفير المواكبة الطبية والنفسية للأطفال الضحايا، الدينامية التي أطلقت اليوم تروم أيضا تعزيز قدرات الطفل للمشاركة في التبليغ وضمان حمايته الذاتية في ظل استمرار تسجيل حالات عنف ضد الأطفال لا سيما الاغتصاب والاستغلال الجنسي.
نحن المهمة ديالنا هي أننا نحاولوا نواكبوا بعض الأطفال اللي تعرضوا يا إما التحرش أو الاغتصاب أو القتل إلى غير ذلك. فإحنا المهمة ديالنا هي نواكبهم، لأن هذا الشخص قد يكون عنده واحد لا توازن في الشخصية دياله، لأنه صعب على الإنسان أنه يتعرض لهذا النوع من المصائب ويبقى الشخصية دياله عادية. فإحنا الدور ديالنا هو نواكبهم ونساعدهم باش الشخصية ديالهم تطور وما يبقاوش عندهم ديك العقدة الداخل ديالهم باش يوليو أعضاء نشيطين في المجتمع ديال غدا. المرصد لم يقف فقط عند حدود عملية التحسيس، وإنما خلق آليتين مهمتين. الأولى هي شبكة المحامين التي تحضر في جميع المحاكم دفاعا عن قضايا الطفولة باسم المرصد، وشبكة خاصة أخرى بالأطباء التي تواكب الجانب النفسي والصحي لهؤلاء الأطفال. إحداث تغيير إيجابي داخل المجتمع يرتقي بموقع الطفل داخل الأسرة والمؤسسات، أولوية أساسية ضمن أهداف الدينامية الوطنية التي تم إطلاقها اليوم في خطوة لحماية أطفال المملكة من كابوس العنف بكل تجلياته. وبدور حيوي في حماية الطفولة من كل أشكال الانتهاكات، مركز الاستماع والإشعار والدفاع عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال بالرباط، آلية تكسر الصمت الذي كثيرا ما يحيط بقضايا الاعتداءات على الطفولة. سميرة أصبان وسعيد جاسي. لأن العنف جريمة شنعاء ضد الطفولة، ولأن أثاره وخيمة على نفسية الطفل، المركز الوطني للاستماع والإشعار والدفاع عن الأطفال ضحايا العنف والاستغلال والإهمال يفتح أبوابه أمام الأطفال الضحايا كآلية لتبليغ وتوفير الحماية لهم. اتصالات عبر الرقم الأخضر ورسائل عبر التطبيق الإلكتروني يتلقاها المركز من قبل الأطفال الضحايا وأسرهم. كيتوفى هذا المركز على واحد المجموعه ديال القنوات ديال التبليغ اللي كنتلقاو فيهم شكايات الاطفال ضحايا العنف. ممكن نذكروا على سبيل المثال رقم اخضر 08025011، رقم مختصر 2511، التطبيق الالكتروني 2511.ma. كذلك كيجيونا كيكون عندنا استماع مباشر. بالتالي هاد الاطفال كلهم لما كنتوصلوا بالاشعارات ديالهم كنقوموا بالتوجيه ديالهم من اجل اتخاذ الاجراءات اللازمه وسلوك المساطع في المواضيع ديالهم. المركز يشتغل الى جانب شبكه لاخصائيي طب الاطفال وخبراء علم النفس، الى جانب شبكه من المحامين. فريق يشتغل في مختلف جهات المملكه لتوفير المواكبه الطبيه والنفسيه للاطفال ضحايا العنف وتوجيههم لسلك المساطر القانونيه اللازمه. قوموا بالتنسيق مع واحد شبكة ديال الأطباء اللي تخدموا معنا عبر جميع أرجاء التراب الوطني بجميع الاختصاصات، الأطباء النفسيين والاختصاصات الأخرى، تنحيلوا لهم الملفات ديال هاد الأطفال وتتعاونوا معنا باش تكون واحد لا بريزون شارج، واحد التكفل اللي تيكون شامل وتيكون واحد الونتيم حتى نقوموا بالقفل ديال الدوسي ديال الطفل. منذ إحداثه عام 1999 كآلية حمائية تابعة للمرصد الوطني لحقوق الطفل برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة لالا مريم، يواصل هذا المركز تقديم خدماته لحماية الطفولة المغربية من شبح الاعتداءات المختلفة الذي لا زال يترصدها. والاعتداء الجنسي على الأطفال جريمة تستدعي السرعة في التدخل والحرص على تطوير آليات ضبط المعتدي، كما تطرح نقاشا عاما حول كيفية مواجهة هذه الظاهرة وسبل تعبئة المجتمع بكل مكوناته لمحاصرتها. خديجة الجمالي. أحيانا يفتضح الجرم ويصير قضية رأي عام، وأحيانا أخرى يبقى طي الكتمان. وبين هذه الحالة وتلك لائحة ضحايا الاغتصاب من الأطفال طويلة محزنة. الاعتداءات الجنسية على الأطفال من الجرائم الأكثر بشاعة اللي يتم ممارسة ديالها على هذه الفئة العمرية الهشة البنية في المجتمع. الحالات ديال الاعتداءات الجنسية على الأطفال في ارتفاع متزايد، كنشوف بأن هذا مؤشر
من المؤشرات ديال ضعف الحماية اللي كنوفروها للوليدات ديالنا. هو أصبح أمر واقع الآن، وبالتالي فإننا يجب معالجة الأمر بشجاعة ويجب التصدي عليه بشجاعة. التربية الصحية للأطفال وتربيتهم على حقوق الطفل من خلالها أنه منسوب الوعي هنا كينتشر بواحد السرعة، وخاصنا نكون ملمين بالموضوع، خاص يكون نقاش وطني صحي علمي يكون فيه جميع المتخصصين في المجال التربوي والجانب التحسيسي. نشر التوعية كفيل بتحصين الطفل، تنبيه الأسرة والمجتمع ككل لمحاصرة جريمة غالبا ما يرتكبها أشخاص يتقنون التخفي، يعرفون كيف ومتى يتربصون بضحاياهم. كيمكن يكون الشخص اللي كيبان في الحياة اليومية على أنه الشخص هادئ والشخص اللي يمكن لك تثق فيه والشخص اللي يمكن لك تخلي ليه وليداتك، ولكن بحال اللي قلت حسب الدرجة ديال الخطورة ديال الأفعال دياله. كاين اللي غادي غير يتمسح بالأطفال، كاين اللي غادي غير يبدأ كيربت عليهم ويحاول يتوقع بينه وبينهم ملامسات، وكاين اللي غادي يبغي يمشي للفعل الشنيع حتى القتل. وغالبا هادو كيمكن عندهم واحد السلوك الدفاعي اللي ما كيقدرش يتحكموا فيه. الأشخاص هادو كيما كان الحال كتكون عندهم واحد المقدورة على استمالة الأطفال، على أنهم يخليوا الأطفال يتقوا فيهم، على أنهم يخليوا الأطفال يتبعوهم. إلى جانب التوعية، تحرص تشريعات المملكة ومؤسساتها على مواجهة الظاهرة بحزم. قضايا الأطفال في مختلف الوضعيات تندرج ضمن الاهتمامات الاستراتيجية لرئاسة النيابة العامة، ويتجلى ذلك على الخصوص من خلال تعزيز الحماية القانونية للأطفال على وجه الخصوص، وعدم التردد في فتح الأبحاث والتحريات وتحريك المتابعات في مواجهة مرتكبي الأفعال الجرمية ضد الأطفال كيفما كان نوعها. استدراج الأطفال والاعتداء عليهم جريمة يشكل فيها عنصر الزمن عاملا حاسما، ومن هنا تبرز أهمية تسريع آليات البحث عن المختفين والإنذار بالاختطاف. خصنا آلية ديال الإنذار باختطاف. هاد الآلية هادي اللي كاينة في أمريكا الشمالية وكاينة في الدول الأوروبية أمبر أليرت. علاش حنا ما تكونش عندنا عدنان أليرت؟ عدنان أليرت اللي من خلالها السيد وكيل الملك كيعطي المعلومات لوسائل الإعلام وسائل الاتصال باش أنهم ينشروا صور ديال الطفل المختفي، الملابس ديالو، آخر مكان داز فيه، باش وسائل الإعلام تنشر هاد الصور وتبدأ تدوز على راس كل ساعة باش يتلقاو هاد الأطفال أحياء. لأن هاد الآلية اللي اعتمدتها الدول المتقدمة راهي عطات أكثر من 90% ديال النتائج الإيجابية. مأساة الاعتداء الجنسي يعيشها الطفل، تتجرع مرارتها الأسرة، يستنكرها المجتمع. تلك جريمة تكررت وتتكرر، تستوقفنا جميعا لإيجاد حلول سريعة وفعالة. لائحة الضحايا في حاجة إلى نقطة نهاية. إلى مراكش لنتعرف على مركز حماية الطفولة فتيات، مؤسسة يكمن دورها في استقبال طفلات اتخذت في حقهن تدابير قضائية يحتضنهن ويساعدهن على امتلاك مهارات هي السبيل نحو الاندماج مجددا في المجتمع. أمين علام ومحمد حسن مسكور. خلف جدران هذا المركز الخاص بحماية الطفولة الخاص بالفتيات تتعدد قصص النزيلات والأسباب التي كانت وراء وصولهن إلى هذه المؤسسة، لكن توحدهن الحاجة إلى حضن يحميهن من أخطار الشارع ومن تجاوزات قد يكون سببا فيها من يفترض فيهم أن يوفروا الحماية لهؤلاء الطفلات وتتصدرهم الأسرة. هو مركز من أجل الحماية وأيضا إدماج هذه الأطفال اللي تيجيونا إما طفلات في وضعية صعبة أو طفلات في تماس مع القانون. هاد الأطفال اللي تنعتبرهم حنا هم طفلات اللي تيكونوا ضحايا ديال المجتمع، ضحايا التوافقات العائلية اللي تيكونوا تيعيشوها في الخارج.
يقدم مركز حماية الطفولة للنزيلات الفرصة لاستعادة ثقة بالنفس وامتلاك مهارات في عدة مجالات من خلال ورشات متعددة، لكن يبقى الأهم تحقيق التوازن النفسي للتسامح مع الذات ومع المجتمع ورؤية المستقبل بعين متفائلة. نستقبلوا البنات في الاول تتكون واحد الفتره ديال لوبسرفاسيون تاع المراقبه، تتكون تنراقبوا البنت بعدا كيفاش واش عندها الاحتياجات ديالها، تنخليوها تندم شويه ترتاح شويه تشوف تندم شويه مع البنات هنايا. فتيات وضعتهن الظروف في نزاع مع القانون، لكنهن وجدن في هذا المركز المواكبة والتتبع لأطر تبذل قصارى الجهود لمساعدتهن على طي صفحة الماضي والانطلاق نحو حياة أفضل. وفي جديد الحالة الوبائية في بلادنا، سجلت وزارة الصحة 2470 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، فيما عدد الوفيات بلغ 42 حالة. التفاصيل مع أحمد العلوي. كشفت معطيات وزارة الصحة اليوم عن تسجيل 2470 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 123,653 حالة. وتم التأكد من 2462 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 102715 حالة شفاء. ذات المصدر أفاد بأن الفترة نفسها سجلت 42 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الوباء إلى 2194 حالة. وبالنسبة للتوزيع الجغرافي للحالات الجديدة، تبقى دائما جهة الدار البيضاء سطات متصدرة ب 1303 حالات جديدة و16 حالة وفاة، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة ب 232 حالة. ذات المعطيات كشفت أن الحالات النشطة بلغت 18744 حالة، في حين بلغ العدد الإجمالي للحالات الخطرة أو الحرجة 432 حالة، 54 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. وأخبار الاقتصاد نتابعها معك ياسر العمراني. مساء الخير ياسر. مساء الخير رضا. إذن البداية ستكون بلغة الأرقام. بالفعل رضا، حيث صنف مؤشر المراكز المالية العالمية مدينة الدار البيضاء في الرتبة الأولى إفريقيا والسادسة والأربعين عالميا، ويقيس المؤشر القدرة التنافسية ل 111 مركزا ماليا رئيسيا حول العالم، وتصدرت العاصمة الاقتصادية القائمة الإفريقية تلتها جزر موريشيوس ثم كيب تاون الجنوب إفريقية. ويتم تصنيف المراكز المالية العالمية بعد تجميع البيانات باستخدام 128 محددا رئيسيا من طرف البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والأمم المتحدة. استطاع المكتب الشريف للفوسفات أن يحقق رقم معاملات مستقر في الفصل الأول من السنة الحالية بالمقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019، على الرغم من الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد والظروف غير المواتية للسوق، كما سنتابع في تقرير ياسين بن جلون. في سياق فرضت فيه الجائحة تحديات اقتصادية حقيقية، استطاع المكتب الوطني الشريف للفوسفات أن يحقق رقم معاملات مستقر في الفصل الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. فقد حقق المكتب في نهاية شهر يونيو رقم معاملات بلغ حوالي 27.4 مليارات درهم مقابل 27.6 مليارات درهم قبل سنة. ويعزى هذا الاستقرار إلى مساهمة أنشطة مختلفة، أبرزها نشاط الأسمدة الذي ارتفعت عائدته ب 12% بفضل زيادة حجم الكمية المصدرة نحو أمريكا اللاتينية وأوروبا والهند. الأداء الجيد الذي حققته المجموعة كان مدعوما بمزايا تنافسية عديدة مكنت من مواكبة ظروف السوق التي كانت أقل ملائمة مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية، وهو ما مكنها من تحقيق مستويات جيدة من الربحية.
حيث بلغ مجموع الأرباح إلى 8.5 مليار درهم بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فيما بلغت نفقات الاستثمار إلى ما يناهز 5.1 مليار درهم. مؤشرات إيجابية حققتها المجموعة بفضل مرونتها الصناعية مكنتها من الاستجابة للأسواق ذات الطلب القوي وإمداد مناطق الاستيراد الرئيسية مع الحفاظ على ميزتها التنافسية من حيث التكاليف. أفاد المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة 2019 بأن عجز الميزانية ظل متحكما فيه في سنة 2019 في نفس المستوى المسجل في سنة 2018، وأوضح المجلس أن التحكم يعزى إلى التحسن الملحوظ في المداخل العادية بأزيد من 19.84 مليار درهم وانخفاض رصيد الحسابات الخصوصية للخزينة بمبلغ 1.31 مليار درهم. قطاع تموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات من بين القطاعات التي تأثرت بجائحة كوفيد-19، مهنيو القطاع يسعون إلى إيجاد حلول تمكن من استئناف هذا النشاط الاقتصادي. والروبورتاج لليلى عسلي ومحمد العروي. لا حفلات زواج، لا جنائز ولا سهرات، فالإجراءات لتطويق فيروس كوفيد-19 تفرض منع كل التجمعات والتظاهرات. تداعيات الوباء شلت قطاع تموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات، توقف عن الاشتغال فتضرر معه طابور طويل من العاملين بالمجال. هذا ما أكد عليه مهنيو والقطاع الذين ينتظرون كل يوم السماح بطرق أبوابهم لطلب خدماتهم. لا إله إلا الله، يدير تعود الخير للجميع. واقفين وقف تم بصفة نهائية، يعني ما كاين تقريبا راجل لواحد 8 شهور هادي باش واقفين ما خدامين ما حتى حاجة، ولو نزلوا لنا الكريديات ها التريتات ها الكراه هادي، يعني واقفين وقفة تامة. وبالاخص حنا كاين شي تريتور مساكن اللي عندهم هذا الميدان ديال التريتور، هو هي المهنه الوحيده ملي كيترزق وكيعيش. كانوا الشركات كنا كنخدموا مع الاستمرار، كندوا الفطور، كنديروا لهم الغداء، كنديروا ملي كتكون عندهم شي حفله. بمجرد ما بدا بدات الجائحه توقفوا هاد الطلبات، اذا ديجا ضرينا في داكشي اللي كنا كنستخدموا به العام كله. زياده على ان دابا هاد الفصل ديال الصيف راك عارفه شهر 7 و8، عاده كيكونوا الاعراس، كيكونوا الحفلات، كيكونوا لي زيفينمونسييل، كيكونوا يعني كلشي توقف، حتى دوك الطلبات اللي كنا خايدينهم من قبل كلهم تلغاو. قطاع يشغل فئه عريضه من اليد العامله، رقم معاملاته يرتفع خلال فصل الصيف. موسم الاعراس ترتبت عن توقفه جراء الجائحه اضرار ماديه، تبعات مهنيون لا زالوا يقاومونها وينتظرون انعاشا ولو طفيفا للقطاع. احنا ماشي قلنا كما قلت لك، راه ماشي ربعنا يدينا، في مشاورات دائما كاينه لا مع الوزاره الوصيه، يعني جميع الناس اللي يمكن لهم كنشوفوا ان هما يقدروا يساعدونا ولا يقدروا يمدوا لنا يد مساعده، الا حنا كنحاولوا نجلسوا معاهم ونحاولوا نلقاو معاهم مشاورات اللي كترضي الطرفين. كنا جالسين مع الناس ديال السي جي ام وحاولنا باش نلقاو معاهم شي حل، وكي كتعرفوا ان الفيدراليه ديالنا هي منخرطه في السي جي ام، ومن الناس اللي كيحاولوا ما امكن باش يمدوا لنا يد المساعده باش حنا نخرجوا بشي حلول ان شاء الله في اقرب وقت. تموين وتنظيم الحفلات والتظاهرات قطاع يشمل تقديم جمله من الخدمات ويساهم في التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، ينتظر ايجاد الحلول المناسبه لاستعاده نشاطه والتخفيف من تداعيات كورونا عليه. عقد الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومعرض الصين للاستيراد والتصدير شراكة تهدف إلى مواكبة المقاولة المغربية في مشاركتها في النسخة 128 من معرض كانتون. وذكر الاتحاد العام لمقاولة المغرب أنه سينظم لهذه الغاية يوم 14 من أكتوبر المقبل ندوة عبر الأنترنت من أجل التعريف بالمعرض والإلمام بمنصته الافتراضية. في الخبر الاقتصادي الدولي، تراجعت نسبة التضخم بفرنسا خلال الشهر الحالي نتيجة انخفاض أسعار الطاقة. المعطيات أشارت أيضا إلى تراجع الأثمنة عند الاستهلاك، وتتوقع الدوائر الاقتصادية الفرنسية أن تؤثر تداعيات فيروس كورونا على أداء الاقتصاد بالبلاد. نتابع الآن نسبة بورصة الدار البيضاء وإلى جانبها المؤشرات العالمية، أسعار النفط وأسعار العملات.
قيادة اقتصادية هذا اليوم، ونعود الآن إلى رضا. شكرا لك ياسر. غدا موعد الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا، موعد استعدت له مراكز الامتحان عبر ربوع الوطن من خلال اتخاذ جملة من التدابير الوقائية، والنموذج نتابعه من أحد مراكز الامتحان بوجدة في ريبورتاج محمد بلاوي، رشيد العتابي وعبد الله الشهب. الثانوية والتأهيلية محمد عابد الجابري بوجدة واحدة بين 29 مركزا للامتحان على صعيد مديرية وجدة إنقاد، حيث الاستعدادات على قدم وساق لتوفير الظروف الملائمة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحان الجهوي الأولى بكالوريا. بلغ العدد الإجمالي ديال المترشحين والمترشحات 5286 مترشح ومترشحة، كتشكل النسبة ديال القطب ديال العلوم حوالي 73% وموزعين على 29 مركز امتحان. قمنا بتوزيع التلاميذ 10 تلاميذ بالقسم، كما حافظنا على التباعد بين التلاميذ داخل القاعات، كذلك قمنا بتقييم جميع القاعات، وكذلك قمنا بتقييم قاعة الأساتذة والكتابة. هي تدابير وقائية واحترازية يتم اتخاذها في إطار مقاربة تشاركية مع جمعيات المجتمع المدني، والهدف هو ضمان سلامة جميع التلميذات والتلاميذ والأطر الإدارية والتربوية وكافة المتدخلين في مختلف العمليات المرتبطة بهذا الاستحقاق الجهوي. مسائل التعقيم موفرينها مثلا داخل الأقسام، داخل في المدخل تاع المؤسسة، كاين داكشي تاع حتى من الآلات، مثلا كنا جبنا واحد الآلة تاع التعقيم دايرينها لهم هنايا ودايرين واحدة في الباب. تم تهيئة التلاميذ وإعدادهم لهذا الامتحان بصفة جيدة، وتم مواكبة ديالهم ومراجعة الدروس للسنة الفارطة نظرا للظروف اللي كانت الخاصة بفيروس كوفيد. إذن هي مجموعة من الإجراءات الاحترازية تتخذ على صعيد مختلف مراكز الامتحان والمرتبطة بسياق تدبير الظرفية الاستثنائية التي فرضها انتشار فيروس كوفيد 19، وذلك لضمان شروط السلامة الصحية للمترشحات والمترشحين ومختلف الفاعلين الإداريين والتربويين وكافة المتدخلين. في الرباط التأمت لجنة تقنية لمدارسة موضوع متابعة البرامج والسياسات التي تهم الأشخاص في وضعية إعاقة. نادين مدن. تقييم نصف مرحلي للفترة ما بين 2017-2019 بسطت خلاله هذه اللجنة التقنية التي انعقدت عبر تقنية الفيديو كل الإكراهات التي لازالت تعترض تنزيل مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2017-2021 مقابل إنجازات متواصلة قصد تسهيل إدماج هذه الفئة، منها اعتماد مباراة وطنية موحدة كل سنة، منها كذلك اليوم إطلاق برنامج المدن الدامجة لعشرين مدينة وعشرين جامعة مشاركة معنا في هذا البرنامج، منها كذلك رقمنة الشواهد اللي اليوم ما بقاوش الأشخاص في وضعية إعاقة كيجيو من مناطق بعيدة بل كياخدوها من المراكز اللي هي قريبة منهم، إضافة إلى المجهودات كذلك كتبدل اليوم في التربية الدامجة. هذا الاجتماع ينعقد بعد مرور 3 سنوات على تنزيل مخطط العمل الوطني للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة الممتد ما بين سنتي 2017-2021، والذي تساهم فيه كل القطاعات والمؤسسات المعنية بفئة الأشخاص في وضعية إعاقة. اليوم قدم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي مضامين التقرير العلمي الذي أنجزه حول آليات الاندماج الإقليمي للمغرب في إفريقيا من أجل بلورة استراتيجية في خدمة تنمية مستدامة مع القارة السمراء. عبد الرحيم بن شيخي ومحمد تونينا. 37 مليار درهم هو حجم الاستثمارات المغربية في إفريقيا، وبذلك يكون المغرب أول بلد مستثمر في قارته. دراسة تأتي لتمكين القطاعات المختلفة من أرضية واضحة للعمل على اندماج متعدد المناحي في الفضاء الإفريقي وخلق شراكات بينية تعزز الاستثمار وسلاسل الإنتاج. خصنا نبنيو واحد سلاسل نتاع القيمة، سلاسل القيمة الإقليمية اللي فيها قيمة مضافة وفيها واحد وقع اجتماعي قوي. شنو هما هاد السلاسل؟ هما لي شين دو فالور ريجيونال.
مثلا يمكننا نقول بأن واحد المنتوج صناعي في قطاع الصناعة الغذائية أو في قطاع النسيج طرف منه الديزاين ديالو يمكن يدار هنا في الدار البيضاء، طرف منه يتنشأ في السنغال، طرف آخر في بلد أخرى. هادو هما السلاسل اللي تنظن خصنا نقويو، حيت هاد السلاسل موجودة في العالم ولكن ما موجوداش في إفريقيا. في الدراسة ديالنا من بعد ما درنا واحد الدراسة على الاقتصاد إفريقيا وعلى مستوى الإدماج الإقليمي، لأنك تعرفوا إفريقيا مقسمة لعدة مجموعات إقليمية والمغرب كينتمي لجوج معمولات إقليمية، المغرب العربي ولا سينصاد، وشفنا فين وصل الإدماج على الأشياء الإفريقي. درنا واحد التوصيات باش المغرب يوصل لواحد استراتيجية اللي تكون مقتسمة ما بين القطاع العام في المغرب، ما بين القطاع الخاص، وما بين المجتمع المدني. واستقر الرأي على تفعيل آليات اقتصادية وأيضا ثقافية ومعرفية مع حضور وازن في التكتلات الإقليمية لجعل الاندماج جسرا عمليا نحو تنمية شاملة. بعد 8 سنوات من الخدمات النبيلة المقدمة بمهنية وتفان وحس عال من المسؤولية، أول مستشفى طبي جراحي ميداني شيد بالأردن بمخيم الزعتري من قبل المملكة المغربية أنهى مهمته الإنسانية لفائدة اللاجئين السوريين. وقدم المستشفى طيلة مدة عمله 1,044,459 فحصاً طبياً إلى جانب تسجيل 2006 عملية ولادة و 20,370 عملية استشفاء، مساهمة تعكس الانخراط القوي للمملكة المغربية تحت قيادة جلالة الملك في خدمة العمل الإنساني. منظمة الصحة العالمية تؤكد حرصها على إتاحة اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا وتوزيعها بطريقة منصفة في جميع البلدان والمناطق بغض النظر عن وضعها الاقتصادي. وفي انتظار جاهزيته، وباء كورونا يواصل زحفه وعدد ضحاياه تجاوز 1,000,000 شخص. عبد الوهاب كاراتي. تسير وتيرة انتشار وباء كوفيد-19 في خط تصاعدي، حيث تجاوز عدد الوفيات حول العالم 1,014,000، وفاق عدد المتعافين 25,000,000، فيما اقترب عدد المصابين من 34,000,000. ففي أوروبا تجاوزت بلجيكا عتبة 10,000 وفاة، وسجلت فرنسا أزيد من 8,000 إصابة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة، كما سجلت بريطانيا أكثر من 7,000 إصابة جديدة. وفي أمريكا اللاتينية سجلت البرازيل أكثر من 32,000 حالة إصابة جديدة ووفاة 863 شخصا بالوباء. وفي آسيا الهند تسجل أزيد من 80,000 حالة إصابة خلال 24 ساعة الماضية. وبينما يتواصل السباق بين عديد الشركات لإنتاج لقاح مضاد لكوفيد-19، أكدت منظمة الصحة العالمية حرصها على إتاحة اللقاحات المحتملة لهذا الوباء وتوزيعها بطريقة منصفة في جميع البلدان والمناطق بغض النظر عن وضعها الاقتصادي. وأشارت المنظمة أنه حتى الآن انضم 156 بلدا إلى هذه المبادرة، وهو ما يمثل 64% من سكان العالم. تبادل الاتهامات طبع أول مناظرة تلفزيونية جمعت مرشحي الرئاسة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن. المناظرة تابعها أمس عشرات الملايين من الأمريكيين على بعد 35 يوما من موعد الانتخابات الرئاسية. زكي أبو القاس. بون شاسع يفرق بينهما، فمنذ اللحظات الأولى من المناظرة احتدم الصراع بين الغريمين وعلت نبرة الاتهامات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن. 90 دقيقة من السجال بين المرشحين حول ملفات شائكة وفي المقدمة تدبير جائحة كوفيد-19 التي أودت بحياة أزيد من 200,000 أمريكي. بايدن حمل الرئيس الأمريكي فشل إدارة الأزمة الصحية، ودافع ترامب عن حصيلة إدارته مؤكدا تحقيق الولايات المتحدة الأمريكية لنمو اقتصادي قياسي في عهدته.
وبخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة، صرح رئيس ترامب أنها ستعرف عمليات تزوير بسبب التصويت عبر البريد. بالمقابل فند جو بايدن هذه المزاعم وتعهد بقبول نتيجة الانتخابات كيفما كانت. المناظرة التي لم تخلو من إهانات وتشنجات عند الحديث عن الضرائب والتوترات العرقية والتغطية الصحية حظيت بمتابعة كبيرة وخلفت ردود فعل متباينة في أوساط الأمريكيين، وسيتم تنظيم مناظرتين أخريين قبل موعد الانتخابات في كل من فلوريدا وتينيسي. طالب مجلس الأمن الدولي أمس بوقف فوري للمعارك المتواصلة لليوم الرابع بين أرمينيا وأذربيجان، وقف ترفضه أذربيجان التي تشترط انسحابا كاملا وغير مشروط للقوات الأرمينية من المنطقة المتنازع عليها لوقف عملياتها العسكرية. في الأثناء حديث عن مساع دبلوماسية روسية لاحتواء الوضع. إلى نيويورك حيث تستضيف الأمم المتحدة أول قمة لها بشأن أزمة التنوع البيولوجي، وفي جدول أعمالها إعادة النظر في النظم الغذائية والتقليص من استخراج الموارد وترميم الأراضي المتدهورة. ومن المنتظر أن تعلن الدول المشاركة عن التزاماتها من أجل معالجة التدهور البيئي غير المسبوق والعمل على تطوير إطار عمل من أجل التنوع البيولوجي. ونعود إلى الخبر الوطني. وجهتنا إقليم إفران وتحديدا ضاية إفراح التي تتميز بتنوعها البيولوجي. اليوم تغير الوضع بفعل قلة التساقطات المطرية والثلجية، وهو ما انعكس سلبا على الأحياء المائية. قيس محسن وأحمد فاضلي. إلى حدود الأمس القريب شكلت هذه البحيرة فضاء إيكولوجيا تلتقي فيه مكونات منظومة بيئية متكاملة، أسماك طيور ونباتات استقطبت على مدار سنوات عشاق المناطق الرطبة، لكنها اليوم تعاني نفوق أسماكها وجفاف مياهها، ظاهرة تستهجنها الساكنة والزوار. الضايه كانت سيدي معجزه، كانت كبيره. الا بغيتي تدور على خصكر بعد السوايع كان كيجيو لنا الناس، اي مملكه المغرب كامله كيجيو ليها كيتسوحوا هنا، فيها الحوت، فيها البراق، فيها لوكروفيز، فيها القضيه مزيانه. ودابا كتهي بس ما نعرف من شويه الضايه كانت عامره بزاف، كيجيو لها الصياده، كيجيو لها المخيمين، عامره مشات حتى لهي. وهذا العام كانت نقص، ما نعرف من حنا عاود ما كنسقو منه، ما كنستافدو منه، ما كنشربو منه الغنم ديالنا ولا والو. بحيره زوينه ترونكيل، كتعجبني التنوع البيولوجي ديالها، الطيور، البط، السمك اللي فيها. هاد المره جينا تفاجئنا، ما فهمناش علاش شنو هاد الشيء، الماء نقص بزاف بواحد الوتيره اللي هي كبيره، ماشي زعما بان بانها نقص بزاف، والطيور ما بقاوش، الحوت ولا ميت في الجنب، ما فهمنا حتى شي حاجه. تراجع مستوى مياه ضاية إفراح ونفوق الأسماك مؤشر يوحي بخطورة الوضع، وهو ما تطلب تدخل فريق من المركز الوطني لأحياء الماء وتربية الأسماك بأزرو. أخذوا عينات لمعرفة العوامل التي تسببت في ذلك، وبعد القيام بالتحاليل اللازمة جاءت النتائج على الشكل التالي. تبين أساساً أنها عاملين أساسياً بين عوامل أخرى، بطبيعة الحال كاين النسبة المهمة ديال المواد العالقة بالماء، وكذلك النسبة الضئيلة ديال الأكسجين اللي كانت عرفتها هاد المياه ديال هاد الضياء هذه. تم تشخيص الحالة للسمك، وجدنا بأن هاد السمك لا توجد فيه لا فطريات ولا بكتيريات، يعني أن هاد الحالة اللي وقعت في ضاية إفراح مشكلتها بجودة المياه. هي عوامل طبيعية إذن تلك التي كانت وراء وضعية البحيرة، ارتبطت أساسا بضعف التساقطات المطرية والثلجية، وضعية سيتم تجاوزها من خلال عدة تدابير. بعد ما يتم ملء ان شاء الله هذه البحيره بالمياه ورجع الدوره يعني الايكولوجيا الى توازن ديالها،
غادي يقوم المركز الوطني بتربيه الاسماك لاستزراع الاسماك اللي عرفت النفوق، منها سمك مثلا زنجور، سمك مقوف، وكذلك بعض الاسماك الاخرى اللي يعني كانت عايشه واللي كانت مات في هذا بسبب هذه الظاهره ديال الجفاف وارتفاع درجه الحراره. هي إشكالية بيئية من بين حلولها كذلك ترشيد استعمال مياه البحيرة في أغراض فلاحية، ناهيك عن توقف اصطياد أحيائها المائية ولو لحين، كل ذلك لتعود دايت إفراح لسابق عهدها وتلعب أدوارها الإيكولوجية والسوسيو اقتصادية كواجهة للإقليم. اللحظة نقترح عليكم سفرا عبر تاريخ منطقة طاطا، سفر ترويه منسوجات ألبسة نسائية تستمد جذورها من التأثيرات الإفريقية، سفر عنوانه فمزكيت من الملح إلى الخيط. أمين علام والمعتصم بلال بوعزاوي. حكاية عريقة لإبداعات نساء قبيلة فومزكيت بإقليم طاطا في مجال النسيج والحياكة. يختزل هذا المعرض الذي ينظم بمتحف روافد دار الباشا بمراكش قطعة تروي عشق شخصية زارت المنطقة وافتتنت بحرفية ومهارة المرأة في تطويع الصوف وحياكة زي يسرد قصة تلقح ثقافي مغربي إفريقي ضارب في التاريخ. هذه الإبداعات غاية في الإتقان، ولكل منها مميزات خاصة. النساء اشتغلن بحرفية كبيرة، فبمشاهدة هذه الأعمال الفنية تتراءى لك الألوان والأشكال في إبداعات مختلفة. هي رحلة في ذاكرة قبيلة فومزكيت ودعوة لاكتشاف عاداتها وتقاليدها وخصوصية أزيائها في الحياة اليومية أو في المناسبات. المعرض يسلط الضوء على ثقافة الجنوب الشرقي للمملكة من خلال لوحات فنية ممتدة في الزمن والتي تتمثل في الثقافة الشعبية ما يسمى بالقناع الذي ترتديه النساء في الحياة اليومية وتتزين به في الحفلات والمناسبات. المعرض يدشن لدخول ثقافي في ظل جائحة كورونا ويبعث الأمل لتستعيد المدينة الحمراء حركيتها وأنشطتها الثقافية. هذا الدخول الثقافي في مراكش غادي يعطينا واحد دفعة جديدة خاصة في المجال ديال إعادة التنشيط ديال الشركة الثقافية، ولكن أيضا إعادة التنشيط ديال قطاع السياحة. إذن هذه فرصة جيدة باش نقولوا بأن الثقافة هي الحل. هي دعوة للغوص فيما يزخر به المغرب من غنى وتنوع كملتقى للحضارات والثقافات وكجسر للتواصل بين شمال وجنوب إفريقيا. إلى التذكير بالعناوين. المرصد الوطني لحقوق الطفل يطلق دينامية وطنية لتصدي للعنف ضد الأطفال عموما والاستغلال الجنسي بشكل خاص بشراكة مع المجتمع المدني. اتخاذ جملة من التدابير الوقائية قبيل موعد الامتحان الجهوي للسنة الأولى بكالوريا، الموعد استعدت له مراكز الامتحان عبر ربوع الوطن في ظل ظرفية استثنائية. ووضع بيئي غير مستقر تعيشه عدد من بحيرات الأطلس المتوسط بفعل تراجع منسوب المياه وقلة نسبة الأكسجين، وضع له تأثير مباشر على الأحياء المائية. وسفر عبر تاريخ منطقة طاطا عنوانه فومزكيت من الملح إلى الخيط وقوامه ألبسة تقليدية تنهل من ثقافة القارة السمراء. في أمان الله.